السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو موجز لأهم وآخر الأنباء. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية نيجيريا بولا أحمد تينو بو بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، وأعرب البرهان عن ثقته في قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة نيجيريا ودورها الإقليمي الرائد في القارة الإفريقية، مبينا أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية نيجيريا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية لفخامته مزيدا من النجاحات والإنجازات وللشعب النيجيري التقدم والازدهار. افتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أمس بمنطقة كرري أسواق البيع المخفض من قبل المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان ووزير الداخلية المكلف ووالي ولاية الخرطوم وأعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وكبار القادة وضباط صف وجنود منطقة وادي سيدنا العسكرية، بجانب مدراء عدد من البنوك وصقار المنتجين وحشد غفير من مواطني محلية كرري. وأكد البرهان أن القوات المسلحة قطعت على نفسها عهدا بأن تستمر في فتح منافذ البيع المخفض لتصل المنتجات إلى المستهلك دون وسيط، تخفيفا لأعباء المعيشة على المواطنين، مستنكرا متاجرة البعض بقوت وعقول الناس. انعقد مساء أمس بالقصر الجمهوري اجتماع ضم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بحضور الآلية الثلاثية. وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريحات صحفية إن الاجتماع أقر تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من 11 شخصا تضم 9 ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثل للقوات المسلحة وممثل لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى منح اللجنة مهلة تنتهي في 27 من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي. وأوضح خالد أن عمل لجنة الصياغة يعتمد على مرجعيات تتمثل في الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وتوصيات ورش العمل ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين مع ملاحظات القوى السياسية حوله. فرقت قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع حشدا لقوات درع السودان كان من المفترض أن يخاطبه أبو عقلة كيغل قائد هذه القوات. وقد حاول البعض من الحشد الاحتكاك بالقوات، إلا أن تدخلا مباشرا من قائدها أبو عقلة كيغل قد حال دون وقوع أي احتكاكات في الوقت الذي أرسل فيه عدة رسائل تدعو إلى دمج قوات الحركات والدعم السريع ضمن منظومة القوات المسلحة، مع مطالبته بمزيد من التنمية والخدمات لمناطق شرق السودان. أكدت المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد ممثل والي ولاية النيل الأبيض فاطمة الحاج، أكدت التزام حكومة الولاية بدعم كافة برامج أمانة الحج والعمرة وتذليل كل الصعاب حتى تطلع بدورها في خدمة حجاج بيت الله. جاء ذلك لدى مخاطبتها بقاعة الجهاز القضائي بكوستي صباح أمس الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية للمرشدات بولايات السودان لحج عام 1444 هجرية التي تنظمها أمانة الإرشاد والإعلام بالمجلس الأعلى للحج والعمرة بالتنسيق مع أمانة الحج والعمرة بالنيل الأبيض، وذلك تحت شعار تأهيل المرشدات سبيل للحج المبرور برعاية والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله وبحضور وفد المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان برئاسة مدير إدارة الإعلام والإرشاد ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عصام يوسف ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وعدد من مديري الإدارات والمصالح الحكومية والعلماء والمشايخ والدعاة. صلي على محمد. إذن مشاهدينا الأعزاء، هكذا انتهى هذا الموجز. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.